لكن ما يقول لا تصدقوهم. لماذا لا تصدقوهم؟ بلأن لو صدقتموهم واضطررتم إلى نصرتهم ومنع القتل عنهم وإذهاب النظام السوري لتمكن هكذا انقضت صلاة الجمعة. واليوم عاد المصلون لأداء صلاة الظهر بعد مرور 24 ساعة على وقوع التفجير، بعدما سبقه جامع السلام إلى أداء الصلاة ليلة أمس. مفاجأة كان الشيخ سالم الرافعي بعد معاينته مسجد التقوى وعودته إليه بعد التفجير، داعيا الشباب إلى ضبط النفس. ما كنت أتوقع هذا الحجم الهائر من الدمار أبدا. كنا فقط نرى الآثار في التلفزيون كانت مخففة، أو بمعنى آخر يمكن لا يلاحظ الإنسان كل شيء. الآن هذه جريمة كبيرة لا يجوز أن يسكت عنها أبدا، وأنا رغم هذا أثمن مواقف الشباب وانضباطهم. نصلي مع وجود الخوف، لأن النظام السوري موجود بسيارات مفخخة بسلاحه الكيماوي، لكن هذا لن يرهبنا عن الصلاة وأحياء وعمارة بيوت الله عز وجل. هنا خارج المسجد لم يبقى شيء، كثير من الرماد وبقايا هياكل سيارات متفحمة، وأناس يعاينون أنقاض محالهم التجارية، وآخرون يتحسرون على رفاق قتلوا. هنا وقع التفجير الأول. في هذه الحفرة استقرت السيارة المفخخة أو ما بقي منها، باسطة إجرامها على مساحة قطرها 500 متر، ناسفة عددا من المباني والمحال التجارية. عندي أسلحة الصيد، تعرفي شيء يعني؟ يعني كل قطعة حقها 2000 و 3000 دولار. الله يرحم الشهداء، والله يجزي اللي كان السبب. تعويض على الله، على الله. ما بقى شيء من المحال. لا تحت وفوق كله مثل انك شايفه. قد رخص كانت هيك السيارات؟ ايه؟ تقريبا شيء 13 سياره. لكن الناس سيارات محلهم كلهم. ليكي صوره. كل شيء بمحله ما شلت شيء انا. ليكي فحم. الله بيعود، والاجهزه اذا بدهم يجوا والدوله نحن حاضرين. بيشوفوا هن شايفين بقى. يعني انت جاي عم تتفقد محلك هيدا اول ما بتجي؟ لا جيت امبارحه بس كان النار عم يطفوا وعم يعملوا، ما قدرنا وصلنا. طلعوا قدامكم كل شيء، ما في شيء لا حيطان ولا شيء. ما في شيء ابدا الحمد لله. كل هذا البرادات البوظه والسخانه. هيدا شو كان؟ هيدا سخان بزورات، وهيدي هون للبوظه، براد بوظه. عم ينظف العزه طبعا، بدنا نجهز حول نرجع نرملم هاللي صار. ومن التقوى الى مسجد السلام قرب منزل اللواء اشرف ريفي، الدمار والخراب واحد. ايه هون الطلاب كانوا كلهم موجودين؟ لا ما كانوا موجودين طلاب، بس كان في صف بعد يعني 10 دقائق عند انتهاء الصلاه، مباشره بعد انتهاء الصلاه، فكان في صف. يعني لو لا سمح الله لا سمح الله كانوا تلاميذ موجودين هون كان صارت مجزره. الحمد لله الاضرار ماديه، يعني كل شيء بيتعوض. يعني هلا بتخافوا اليوم تقعدوا بوجه الجامعه؟ لا لا لا، المقدر مكتوب يعني الحمد لله. لا هيدا لبنان. كلما امتدت يد الإجرام إلى لبنان انبعث طائر الفينيق من تحت الدمار.